إن شئت أن تحيا بكل أمان وتظل في منأى عن الأحزان وتنال في الدارين عيشا هانئا وسعادة وسلامة وأمان. فعليك بالقرآن فاسلك نهجه فهو الذي ينجي من النيران، فيه شفاء للصدور ورحمة، فاقرأ لكي ترقى إلى هام العلا وتنال في الغرفات خير مكان. اقرأ يا إنسان آيات الرحمن، اقرأ يا إنسان آيات الرحمن، اقرأ وارقى وافهم تلقى، اقرأ القلب
عليك صلى الله يا خير خلق الله والآل والأصحاب والقوم آل الله والآل والأصحاب والقوم آل الله والآل والأصحاب والقوم آل الله يا خير خلق الله والأصحاب والقوم آل الله.